Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar surah Al-Mulk menggunakan nada biasa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khasi'a. Yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati s-sudur.
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاقِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.